مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شهدت مباراة الجزائر ضد ليبيريا والتي انتهت بفوز الخضر بخمسة أهداف مقابل هدف. لقطة طريفة لحظة تصادم المدافع محمد أمين توغاي مع زميلي رامي بن سبعيني، جعلت المعلق حفيظ الراجي يعلق على هذه اللقطة بطريقته الخاصة. توغاي ما يعرف لا رامي لا بن سبعيني. 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 لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.